مساء الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. تدريجيا تبدأ المملكة تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، هي ناتجة عن اندفاع لكتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب باتجاه جنوب الجزيرة العربية. هذه الكتلة الهوائية الرطبة ستعمل على تكاثر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وأيضا تكاثر كميات من الغيوم الركامية الرعدية الماطرة خلال الأيام القليلة القادمة في عموم جنوب الجزيرة العربية، تشمل كل من سلطنة عمان، أجزاء من دولة الإمارات، عموم جنوب المملكة العربية السعودية وأيضا اليمن. تستمر هذه الأحوال الجوية غير مستقرة لعدة أيام، سنستعرض تفاصيلها في هذه النشرة، لكن لا بأس أن نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح انتشار الكميات كبيرة من الغيوم في عموم جنوب الجزيرة العربية، أجزاء من دولة الإمارات، أيضا سلطنة عمان، أجزاء الجنوبية من المملكة العربية السعودية، وأيضا اليمن هي عبارة عن اندفاع لكتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب باتجاه هذه المناطق، مع تكاثر لكميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، فيما سالت أجواء صافية بشكل عام في المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية. نستعرض الآن وإياكم خرائط توزيع الأمطار المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة، واعتبارا من نهار اليوم الثلاثاء، حيث يوم الثلاثاء تبدأ المملكة تتأثر بهذه الكتلة الهوائية الرطبة القادمة من بحر العرب، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار تبدأ من منطقة الربع الخالي، ثم تتجه أو تتسع رقعتها تدريجيا لتشمل مناطق إضافية من منطقة الربع الخالي أقصى جنوب المملكة العربية السعودية وأيضا المنطقة الجنوبية الغربية. يوم الأربعاء المزيد من الاتساع على رقعة تأثير الأمطار والغيوم الرعدية، تتركز الحالة يوم الأربعاء خلال ساعات العصر والمساء في منطقة الربع الخالي بالإضافة لأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية، لكن اعتبارا من يوم الخميس تشتد هذه الأجواء الغير مستقرة وتتسع رقعتها وأيضا تشمل عموم منطقة الربع الخالي، الأجزاء الجنوبية من منطقة الإحساء، منطقة نجران وأيضا المنطقة الجنوبية الغربية، حيث تكون مصحوبة بهطول زخات رعدية غزيرة تعمل على جريان الأودية وأيضا ارتفاع منسوب المياه في الشوارع. يوم الجمعة تشتد الأحوال الجوية الغير مستقرة، تتسع أيضا رقعة تأثير الأمطار الرعدية لتشمل كل من الربع الخالي، أجزاء الجنوبية من منطقة الإحساء، جنوب منطقة الرياض وعموم المنطقة الجنوبية الغربية بالإضافة لمنطقة نجران، لكن خلال مساء وعصر يوم الجمعة يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة ورعدية خاصة في أقصى جنوب غرب المملكة تحديدا منطقة جازان، حيث تكون الفرصة هنا عالية لحدوث السيول وأيضا فيضان الأودية وجريانها وأيضا ارتفاع منسوب المياه. خلال الأيام القليلة القادمة أيضا يتوقع أن تستمر هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة، وتستمر بذلك فرص حدوث السيول أيضا وجريان الأودية خلال الأيام القليلة القادمة طيلة الأسبوع المقبل. نستعرض الآن الأنظمة الجوية المسببة لهذه الأحوال الجوية الغير مستقرة بهذه الخريطة، حيث تتدفق كميات كبيرة من الغيوم أو من الرطوبة المدارية من منطقة بحر العرب باتجاه جنوب الجزيرة العربية، أحوال جوية غير مستقرة في مناطق واسعة من دولة الإمارات، سلطنة عمان، جنوب المملكة العربية السعودية بالإضافة لليمن وجنوب غرب المملكة. هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة أيضا ساعد بحدوثها ابتعاد لهذا المرتفع الجوي المداري الذي عادة ما يتمركز فوق منطقة الربع الخالي، اندفع شمالا فاسحا المجال لهذه الكتلة الهوائية الرطبة للسيطرة في عموم جنوب الجزيرة العربية، وبالتالي هناك أحوال جوية غير مستقرة ستستمر لعدة أيام، فرصة عالية لحدوث السيول في العديد من المناطق. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حتى تسود أجواء صافية بشكل عام، 33 درجة مئوية المحسوسة، 34 الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء تفرق لبعض الغيوم، 44 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 31، ارتفاع لدرجات الحرارة يوم الخميس 45 إلى 32، ويوم الجمعة أجواء غامة جزئيا، 44 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 33 درجة مئوية. نستعرض الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن السعودية ليوم الأربعاء. نبدأها من المنطقة الشمالية، تبوك 40 إلى 27، سكاكا 43 إلى 31، عرعر طقس صافي 43 إلى 29 درجة مئوية. نذهب الآن غربا نحو المدينة المنورة، 44 إلى 32، جدة 35 إلى 30، مكة المكرمة 42 إلى 30، والطائف 33 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية
الباحة 31 إلى 19، أبها فرصة لزخات من الأمطار 31 إلى 19، وجازان استمرار لهبوب الرياح الموسمية المثيرة للأتربة والغبار مع 38 إلى 33 درجة مئوية. نذهب الآن شرقا نحو الدمام 40 إلى 29، حفر الباطن 45 إلى 31، والإحساء أتربة مثارة مع 45 إلى 27 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة الرياض 44 إلى 31، بريدة 45 إلى 31، وحائل 41 إلى 30 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.